أفجر إنسان مر على الكرة الأرضية، الإنسان الوحيد الذي تكبر وطغى على الله سبحانه وتعالى ونادى بأعلى الصوت فقال أنا ربكم الأعلى، فرعون. حينما أدركه الغرق في البحر أتى جبريل عليه السلام وبدأ يدس في فمه الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله عز وجل بها. فقال الله جل في علاه لجبريل: يا جبريل، وعزتي وجلالي لو استغاثني واستغفرني لغفرت له. هذه رحمة الله بمن تكبر على أمر الله ونادى وقال أنا ربكم الأعلى. فكيف هي رحمة الله بمن أقبل على الله منكسرا تائبا باكيا يرجو ما عند الله جل في علاه؟